السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عنا رز بمرق اللحم والخضار. الخضار عنا بندورة قطعتهن مكعبات صغيرة، وبصل كمان مقطع صغير، وعنا أرنبيط زهرة يعني كمان قطعتهن صغار، وعنا كوسة وجزر وباذنجان، وعنا هون ملفوف مقطع قطع صغيرة. هلأ إن شاء الله حنشوف كيف تباعاً حننزل هالخضار بالطنجرة، وحنضيف على حم الزيت، لازم يكون حم إن شاء الله. نضيف البصل، هلأ ننطر البصل ليدبل، نضيف بقية المكونات. دبل البصل، صار فينا نضيف الملفوف لأنه بدي الملفوف يدبل منيح. هيك بتشرب من الزيت كتير منيح، هياخد طعم كمان طيب. هلأ تبعا ننزل الباذنجان، كمان قلنا قطعناهم مكعبات. نقلبهم شوي، هيك كل نوع منقلبه منيح، ونضيف النوع الثاني. عنا الكوسة، بسم الله، يعني كلها طبخة الرز حتكون كلها قيمة غذائية كتير عالية. تمام، نقلبهم هلا كلهم عم ياخذوا، كل حبة عم تاخذ من الزيت ومن البصل اللي مدبل. هلا نضيف زهرات الأرض الأرنبيط، هدول يعني نقولهم زهيرات لأنه قطعتهم إلى زهيرات صغير، زهرة هاي الزهيرات، هدول الزهرات الصغار كمان منقلبهم مع اللي سبقوهم من المكونات. وأخيرا نضيف الجزر، وليس آخرا أكيد، لأن يعني في عنا بندورة، هي البندورة بدنا إياها ما تلون لتعطي طعم وكمان قيمة غذائية. هاي البندورة، بسم الله الرحمن الرحيم، كمان مع عصرة صغيرة من الحامض، من ليمون الحامض. هلأ بدنا نضيف مرق اللحم، نضيف لنغمرهم بالمرق. هلأ مثل ما شايفين أضفت أنا 7 بهارات ملعقة صغيرة، وأضفت كمان ملح لأنه أنا حاطة كل البهارات مع اللحمة لما سلقتها، قلنا اللحمة مع عضام. هلا هدول نحن ما حنحط لهم اللحمه لانه بدنا اياها بس بمرق اللحم. طيب هلا نحن حنسكر الطنجره، ننوس النار تستوي الخضار كلها، بعدين بننزل ان شاء الله الرز. هلا قبل ما ننزل الرز نضيفه للمرق، بدنا نشوف حبه الجزر اذا استوى، لانه هي دليل استوى الاكل. منيحة، نحن بدنا اياها تقرش شوي، ما بدنا اياها مهرية، هي تقرش شوي. هلا نضيف، بسم الله الرحمن الرحيم، نضيف الرز، هيدا رز بسمتي انا صورتهم ونقعتهم شوي، بسم الله الرحمن الرحيم.
هنا نحركهم مع الخضار. نلوص تحت ونغطي الطنجة وننتظر حتى يستوي الرز، بده 10 دقائق. هلا هي الأكلة خلصت، اللي هي الرز مع مرق اللحم والخضار. شفنا أحلى الجزرات، حلو اللون لما بيكون إذا حطينا مرق حمرة صوص حمرة كانت ما بين الجزر، هيك نحن صدنا إنه يبين الخضار فيها. وهي اللبن متوم، يعني حصتون مهروس فيه مع الملح. وهي النعناع اليابس منتاكل معه اللبن المتوم مع النعناع اليابس. وألف صحتين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.